السلام عليكم. مع أول يوم للسنة الجديدة حبيت أشارك معاكم مجموعة من الكتب تساعد أي شخص وضع خطة، عنده أهداف، عايز يكون السنة دي فعلا مختلفة عليه وسنة نجاح وسعادة وتقدم في حياته. فالكتب دي هتساعدك تفجر طاقة النجاح اللي جواك وتقدر تكون نشيط وناجح وتغير طريقة تفكيرك وتأهلك لطرق مختلفة للتفكير تساعدك انك تحقق الأهداف اللي انت وضعتها او اي حاجة عايز تعملها في العام الجديد. اكيد كل انسان مننا بيحتاج من فترة للتانية انه ينشط كده ويزود مخزون الخبرات الحياتية اللي بيمتلكها نتيجة بقى لاستنزاف طاقته او انه هو مش قادر يكمل. فانت بتحتاج من الفترة للتانية لحاجة كده تدفعك او تزود الخبرات اللي عندك او تغير طريقة تفكيرك لطريقة أفضل تعدلها عشان تقدر تلاقي دافع قوي يفتح لك آفاق مختلفة في الحياة اللي أكيد هيساعدك إنه يخلق جواك دافع لتحقيق النجاح والاستفادة من الخبرات والمواقف الحياتية اللي مر بيها شخصيات ناجحة في الحياة في مختلف المجالات. في الفيديو ده هقدم أهم الكتب المحفزة اللي تساعد أي شخص إنه يفجر طاقة النجاح اللي جواه ويقدر يستغلها بشكل أفضل. أول كتاب معانا هو Principles، المبادئ. مؤلف الكتاب هو الاقتصادي والمستثمر الأمريكي ري دايلو اللي بيتم تصنيفه من بين أغنى 60 شخصية داخل الولايات المتحدة لعام 2019. الكتاب بيشمل خلاصة أو عصارة تجارب وخبرات اللي قدر الكاتب يكتسبها على مدار 40 عام، قدر يضم أو يشمل كل خلاصة تجاربه في كتاب المبادئ. الكتاب بيشمل المفاهيم والمهارات والأسس اللي قدر الكاتب يطورها ويزودها ويعدلها وساعدته جدا انه يحقق نجاح في حياته كبير جدا، مش بس في حياته المهنية لكن كمان في حياته العملية والاجتماعية. فالكتاب ممكن يبان من اسمه انه عملي وجد جدا، لكن الكتاب مش بس بيشمل الحياة العملية لكن كمان بيشمل الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية، الحياة العامة اللي احنا بنعيشها. تاني كتاب معانا هو As a Man Thinketh، كما يفكر الإنسان. مؤلف الكتاب هو جيمس ألين. الكتاب بيعتبر من أكثر كتب التنمية البشرية شعبية وأكثرها مبيعاً لأنه بيساعد القارئ أنه يبدأ في طريق النجاح من خلال تطوير الشخصية وطريقة التفكير وردة فعله في مختلف المواقف الحياتية اللي بنواجهها كبشر، واللي من وجهة نظر الكاتب ان الانسان يقدر يحولها لأسباب لنجاحه في الحياة عن طريق التفكير والتصرف السليم. ثالث كتاب Start with Why، ابدأ بلماذا. مؤلف الكتاب هو سايمون سينك. بيحاول في كتابه تسليط الضوء على كيفية تواصل وتفكير وتصرف أهم قادة العالم اللي بيجمعهم قدرتهم أو مهارة التأثير في الآخرين والقدرة على إلهامهم، ودي بتعتبر الفكرة الأساسية في الكتاب. بيحاول المؤلف أنه يبين النقاط دي، شخصيات هؤلاء القادة ونقاط قوتهم وإزاي قدروا يستغلوا مهاراتهم الشخصية المختلفة للتأثير في الآخرين. رابع كتاب هو The TB12 Method. مؤلف الكتاب هو توم برادي. بيأكد المؤلف في الكتاب ان النجاح والسعي للوصول للنجاح غير مرتبط فقط بالجانب المهني والعملي او بالمجالات الاجتماعية بما تشملها من جوانب التنمية البشرية وتطوير الذات للإنسان، لكن كمان مفهوم النجاح بيمتد وبيشمل الجانب الرياضي، ودي بتعتبر الفكرة الرئيسية للكتاب. فبيحاول المؤلف انه يوضح مجموعة من اهم النصائح مستمدة من الخبرات الشخصية للكاتب داخل الملعب وخارجه من خلال مجموعة مهمة من الارشادات اللي هو شخصيا طبقها على نفسه واللي بتساعد الرياضيين بوجه عام سواء من الذكور او الاناث الوصول لاعلى معدل ممكن من الاداء في الرياضة. خامس كتاب معنا وهو اخر كتاب، كتاب لينشبن للمؤلف سيس جودين. والكاتب ده بيعتبر من الكتاب القليلين اللي بيمتلكوا قدرة كبيرة في التأثير في الآخرين، وبالتأكيد ده اللي ساعده ان اعماله تترجم الى اكثر من 36 لغة عالمية متنوعة من ضمنها كتاب لينشبن. الكتاب بيساعد او بيعتبر المفتاح السحري لجميع العاملين داخل الشركات والمؤسسات الاقتصادية
للتحول من مجرد موظفين إلى أشخاص الشركة ما تقدرش تستغنى عنهم، ويقدروا يكون ليهم تأثير كبير جداً داخل بيئات أعمالهم. طبعاً الموضوع ده مهم جداً لناس كتير شغالة في شركات ومؤسسات، لأن هيساعدهم إن يفتح لهم أفاق مختلفة وطرق مختلفة النجاح واكتشاف قدراتهم الإبداعية، وأكيد ده هيساعدهم يحبوا عملهم أكتر.